السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج واش فهمتونا الخاصة عن التوجيه. نواصل الرحلة في عدد من المعاهد العليا بالمملكة لتقريبكم أكثر من أحلامكم ورغبتكم في أنكم توصلوا للدراسات العليا اللي بغيتوها. كنتواجدوا اليوم بالمعهد العالي للإعلام والاتصال. أربعة ديال الشباب غادي يعطيونا معلومات على الدراسة ديالهم وعلى التوجهات اللي خداوها داخل المعهد. شنو رأيكم نتعرفوا عليهم؟ كريم نوري، سنة ثانية تمثيل. هند فاطمي، سنة ثانية سينوغرافيا. أسامة بوفرنو، سنة ثانية سينوغرافيا. سكينة جونين، سنة رابعة تنشيط ثقافي. بعد ما تعرفنا على الشباب الأربعة طلبة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، الآن غادي نتعرفوا أكثر على هذا المعهد عن طريق الروبورتاج. المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي مؤسسة للتكوين والدراسة والبحث في جميع ميادين المسرح. أحدث في 18 من يناير سنة 1985 ويعمل تحت وصاية وزارة الثقافة. يعمل المعهد على تكوين أطر عليا في التمثيل والسينوغرافيا والتنشيط الثقافي. تمتد الدراسة 4 سنوات للحصول على دبلوم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي مقسمة إلى سلكين. تختتم السنوات الدراسية الأربع بتقديم مشاريع إبداعية وأعمال فنية وملفات دراسية وأبحاث. إذن حلقة خاصة نقدمها لكم من هنا من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، معهد لربما عدد كبير من الطلبة يحلموا أنهم يولجوه، وعن طريق طلبة السبيسياليست الخبراء اللي قبلوا أنهم يحضروا معنا اليوم وأنهم يعطيونا المعلومات كاملة اللي محتاجينها. كنشكركم أول حاجة على تلبية الدعوة. غنبدأ بك سكينة. الآن كنعرفوا بأنه المعهد تيدرس المسرح وتيدرس التنشيط الثقافي وتيدرس السينوغرافيا، هادو ثلاثة ديال المجالات، ولكن شنو هما لي باك اللي تيقبلهم؟ أنواع البكالوريا اللي كيقبل بها المعهد، واش هنالك مباراة تجتازوها ولا ما كايناش؟ إيفيكتيفمون، بدا أولا مرحبا بك عندنا. بارك الله. في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي كاينين ثلاثة ديال الشعاب اللي هي التمثيل لانتربريتاسيون اي وساطه ثقافيه او الميدياسيون كولتوريل ولا سينوغرافي اي سينوغرافيا، اللي هما ثلاثه ديال الشعاب مرتبطين بعضياتهم. باش ندخلوا لهذا المعهد هذا كندوزوا كونكور. بالنسبه للانواع ديال البكالوريا فهما كاع انواع البكالوريا متاحه، يعني سواء اس في تي بي سي سيونس مات ميم لتر سيونس هومان كاملين. حيتاش شنو عندنا؟ عندنا لو كونكور. لو كونكور اللي كيجي دوزو ما كندوش على النقطه، دونك انت والباجاج ديالك اللي جايب، انت والانتيغي ديالك، يعني ما كاينش ان سي بالنسبه لشي واحد تيقول لك خدا باك ب 10 ب 11، ما عندوش مشكل، يقدر يجي دوز مباراه. غادي يجي مرحبا به، حيتاش لو بلوز امبورطون، الاهم حاجه هو انه يكون مبدع، انه يكون عنده هوايه محدده وعارف راسو شنو باغي، وانه عنده حب لداكشي اللي باغي يدير. لان هادو هما ثلاثه ديال، كنظن هادو هما ثلاثه العوامل اللي كيدوا عليهم اكثر حاجه واللي يمكن لك تكمل بهم، لان كاع دوك السنوات اللي غادي تقرا خاص يكون عندك الحماس، خاص يكون عندك لامور ديال ان داكشي اللي كتخدم. ولو كونكور هو مقسم ثلاثه ديال المراحل، ملي كتجي كتجيب كاع لي بياس ديالك، ابخي كيعيطوا ليك باش كتجي دوز المرحله الاولى. والمرحله الاولى هي حتى هي كتختلف على حسب الشعب، واش دافع وساطه ثقافيه ولا تشخيص ولا سينوغرافيا. فبحال مثلا انايا انيماسيون كولتوريل كندوزو، كتدخل كتلقى اللجنه وكدوز لوغال، كدوز لوغال باش كيشوفوا شنو هي لا كولتور جينيرال اللي عندك، كومون تو بو كومونيكي، شنو عندك في الراس، وكيشوفوا كيحاولوا يميزوا من الاول هاد لا بيرسون اللي قدامهم، واش يمكن تمشي بعيد في هاد لو دومين ولا لا. اي بوي ملي كدوز لا بروميير ايتاب كدوز لا دوزيام ايتاب، فيها حتى هي مقسمه لجوج الحوايج. كندوزوا تراديكسيون فرونسي عرب عرب فرونسي، وكندوزوا كذلك ان سوجي كدير فيه ريداكسيون
باش كيشوفوا لو نيفو ديال كل ايتوديون اي بوي عاوتاني كندوزو تحليل دراماتورجي. تحليل دراماتورجي يمكن اي واحد يلاه غادي يجي شويه بعيد على الدومين ولا تقريب ليه غادي يجي شويه صعيب لانه تحليل دراماتورجي راه من بعد نقراوها ماده لمده 3 سنوات وبالنسبه للتشخيص راه ضروري خاصو يقراها ويتبع فيها. مي انت كيشوفوا واش عندك بعدا لا باز اللي تقدر تخدم بها هذا التحليل الدراماتورجي، واش انت لوجيكمون واعي بهذاك التقسيم، واعي بهذاك النص المسرحي اللي قدامك واش تقدر تخدمه، واش عندك كيحاولوا يقلبوا فيك الداخل، واش فيك هذاك الكوميديان، واش فيك هذاك الحس الفني. اي بوي كتمثلوا كندير واحد المشهد من المسرح العالمي وهذيك كندوزوها لا لي سينوغراف ولا لي زانيماتور ولا لي انتربريت كندوزو هذه. ابري هذه هي دوزيام ايتاب. ابري كندوزو ثوازيام ايتاب. هنا عاوتاني كاين اختلاف على حسب الشعب، نقدر نهضر على الشعبه ديالي في لي كوليك ديالي يقولوا شنو كاين. حنا كنديروا اون طابل روند وكنناقشوا فيها مواضيع وكنشوفوا كل واحد والتدخلات اللي كيعطي كل واحد والاحكام. حنا ما كنعطيوش احكام، مي كل واحد والرؤيه ديالو الفكره ديالو شنو يقدر يزيد شنو يقدر يضيف، كيفاش كيناقش، شنو هما الوسائل اللي كيستعمل باش يناقش. وهنا كل واحد كيبان لي بوين فور ديال كل واحد اللي مشارك ولا اللي بقى في السيليكسيون الاخرى، باسكو ما كنبقاوش بزاف اون فان دو كونط خاصهم يختاروا 5 ولا 4 ديال الناس من 400 واحد جا شارك في الاول، دونك هنا كيكون شويه صعيب. اذا شكرا لك سكينه. اكيد اسامه بانه باش نجهزوا نفسنا هذه المباراه اللي كتبان يعني فيها عدد كبير من المراحل، يعني كاين 3 ديال المراحل ومراحل خاصه بكل توجه على حسب يعني رغبه الطالب هذا واش انه غيدير لانتربريتاسيون ولا لا سينوغرافي ولا لانيماسيون كولتوريل ولا لا ميدياسيون كولتوريل. من بعد غادي نعرفوا علاش. واش خصو يكون موهوب ولا يكون عنده رغبه وتيجتهد وتيشتغل وتيحفظ وكراك كيف ما تنقولوا، واش صغيم ولا لا؟ بعد السلام عليكم، مرحبا بك علي ومرحبا بالطاقم ديال واش فهمتون عندنا في لي زادار. بالنسبه للكونكور لا، ما هو ساهل دغيا كيدوز، غير خاص الواحد يكون فنان، ما نقولوش عليه فنان، يكون عنده موهبه، يكون قادر يبدع ويكون قادر انه يجيب افكار جديده لهذا الدومين هذا اللي هو كبير، ويكون عنده مجموعه ديال الحوايج اللي يمكنه سورتو باش انه يمشي في لا سينوغرافي، يكون عنده المام بالصوره، المام بالرسم، المام بكل هاد النواحي هذا اللي نعرفوها من بعد على لا سينوغرافي. وسهله بالنسبه للطاب الاولى، كدوز غير مقابله مع اللجنه ديال التحكيم، كيعرفوك واش نتايا باغي تكمل، باغي تكمل في المعهد، وكيفاش لا فاسون باش كتهضر، واش نتايا تايق في راسك ولا لا. ليطاب الثانيه كما دوات عليها سكان ما غاديش نتطرق لها. بالنسبه ليطاب الثالثه فيها ثلاثه ديال المراحل. الاولى كيشوفوك كيحطوك دي سان دوبسيرفاسيون بلا بانتور كتخدمو، واش نتايا عندك، واش نتا باغي تخدم الرسم ولا لا، هذه واش قادر انك باش تهتم بالديتاي ديالو. شي حاجه اللي هي سهله، واخا ماشي واخا ما كانتش شي حاجه اللي هي نيفو، بالحق راك نتا داخل المعهد باش انك تتعلم. بالنسبه ليطاب الثانيه خرجوا حطوا لنا دي كوستيم، لحقاش حتى لي كوستيم حنا دابا نعرفوا بانهم بالله راهم داخلين في لا سينوغرافي. كترسم كوستيم، واش انك قادر باش انك ترسم دي كوستيم، واش قادر انك باش تبدع فيه وفق مجموعه ديال الامور اللي كيتحطوا عليها لي كوستيم، من ناحيه ديال الكونتكست ديال 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 النص والوجهه الاخراجيه ديال المخرج، الراحه ديال الممثل اكثر. ليطاب الثالثه كانت هي بيرسبكتيف، الرسم بالابعاد. كنا خرجونا قدام باب ديال المعهد ورسمنا واحد لابارتي من المعهد. الحيوطه هذا سامبل، داكشي ماشي شي حاجه اللي هي الحمد لله. اذا ممتاز، لاننا كنركزوا اكيد على خصوصيات كل توجه، ربما التوجه الثالث اللي مازال لنا لانه هند حتى هي عامله لا سينوغرافي، وغادي نرجع لك من بعد هند باش نعرفوا شنو هي لا سينوغرافي. مازال يا صديقي كريم، كريم اختاريتي لانتربريتاسيون التمثيل، شنو هي الخصوصيه نتاع لو كونكور ولا نتاع مباراه الانتقاء في التمثيل؟ في البروميير ايتاب في الدوزيام ايتاب سي كيف ما قلنا سي لا ميم شوز، كندوزو كلنا في لا ميم لو ميم كونكور في لي دوزيام ايتاب ولا بروميير. لا تخوازيام ايتاب فين كنختلفوا،
حنا لي انتربريتاسيون كان كيكونوا دي كور كور دو دانس كور دو شون اي فوا اي كور دامبروفيزاسيون هاد لي كور شنو هو الهدف ديالهم بحال مثلا في لا دانس انا كتشوف الاستاذه كتاناليزي لي كتاناليزينا حنا لي كانديدا كتشوف اللي عنده لو كور ديالو ما يقدر ماشي كلنا كنكونوا عارفين لا دانس مي غير كتشوف حيت كاين دي كانديدا اللي فوالا كيكونوا دي كانديدا اللي عندهم دي بروبليم فريمون غراف لو كور ديالهم وكذلك في السوشيال غينا وفي الامبروفيزاسيون كيعطيك مثلا في الامبروفيزاسيون دي سيتوياسيون صافي كيكون تو سكي براتيك و كيتختاروا برسك 20 بيرسون في الاخر في لا سيليكسيون فينال فوالا ممتاز الان ربما غادي نتعرفوا اكثر على التوجهات اللي كتسنى الطلبه اللي عندهم رغبه في ولوج معهد العالي للفن المسرحي والتمثيل الثقافي غادي نرجع لك هند السينوغرافيا سينوغرافيا ملي تنسمعوها عموما تنعرفوا ان سينوغراف تيخدم في لو تياتر هو اللي تيوجد السينوغرافيا نتاع مسرحيه معينه واش هي محدوده لهذ الدرجه هذه فبالتالي غنعرفوا شنو هي المواد اللي تدرسوها وشنو هي غيلمون لا سينوغرافي لا سينوغرافي هي واحد التصميم ديال خشبه المسرح وداك التصميم كيكون عنده علاقه بالتكس يعني خاصك تقرا التكس وتصبد عليه واحد التصميم بلي زوبجي وهذا التصميم هذا فيه بزاف الحوايج فيه الديكور داخل فيه ليكليراج ديال لا سين وداخل فيه لي كوستيم هذا هو المفهوم ديال السينوغرافي بالنسبه للدروس اللي كنقراو كنقراو مجموعه ديال الدروس عندهم علاقه كاين مواد عندهم علاقه بالديسان اللي هما خاصين بالكوستيم وبماده ديال لا بيرسبكتيف اللي هي الابعاد لان هادو حوايج ضروريين باش تعرف يعني المستويات اللي تقدر تحط فيهم داك لي زوبجي ديالك سور سين ضروري ما تقرا هاد الماده ديال الابعاد كنقراو الخياطه الفصاله ضروري ان سينوغراف خصو يعرف هاد المسائل هادو لان مثلا تقدر تكون سور سين وما يكونش عندك الوقت باش تمشي عند شي خياط ولا شي حاجه باش تصايد داكش المسائل الوغ انت خصك تكلف خصك تكون عارف هاد المسائل هادو وكتحاول تصايب داك الديكور وداك الشيء على حسب الكونتكست ديال التكست ديالك يعني كتخادوي داك التكست اون اوبجي خاص تكون عندك واحد ليماجيناسيون واحد لا كرياسيون كونفينابل داك التكست وبالنسبه لي بيرسوناج كتوضع لهم داك التصميم اللي يقدروا يكونوا مرتاحين فيه سورتو في اللباس مثلا كيفاش يقدروا يتحركوا سيغ سين خاص يكون واحد اللباس اللي هو يرتاحوا فيه ماشي شي حاجه اللي مزيره ولا اللي تخليهم ما يتحركوش سيغ سين ممتاز ارجع لك سكينه ما بين لانيماسيون كولتوريل والميدياسيون كولتوريل اللي تكلمنا عليها ولكن بيناتهم فرق كبير شنو هو تماما مجال الدراسه ديالكم فاش كتخصصوا هو المفهوم في الاخر كيصب في نهر واحد غير هو عندنا التنشيط الثقافي والوساطه الثقافيه انيماسيون كولتوريل ميدياسيون كولتوريل الا رجعنا للمفهوم ديال انيماسيون كولتوريل كنلقاوها هي لا سي اون بتيت سيلول اللي وسط الميدياسيون كولتوريل دونك لا ميدياسيون كولتوريل حنا في لو كادر لي كبير لا ميدياسيون كولتوريل او الوساطه الثقافيه هو كيفاش غادي نكون ان ميدياتور انتر واحد لو برودوي كولتوريل ولا نقدر نصنع هذاك لو برودوي كولتوريل ونبريزونتيه للبوبليك يعني انا خاصني نلقى هاد لو ليان اونتر هاد جوج الحوايج وهاد الكانال تكون مرسومه وتا لو برودوي كنخدمو مي الا جينا غادي نقولوا مثلا انيماسيون فهو لو برودوي واجد وعندي غيبقى لي غير كيفاش غادي انيمي مي حنايا في 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 التكوين الاكاديمي ديالنا كنشوفوا كيفاش يمكن لينا نخدموا برودوي كولتوريل ننتجوه يعني من ليدي لاكسيون وباش غادي تخدموا خاصك بطبيعه الحال يكون عندك واحد الباجاج هذا الباجاج هذا ما كيجيش غير من فراغ وانما من خلال تجارب من خلال تكوين من خلال القراءه من خلال انا كتشوف دي زيكسبيريونس ديال الناس اللي سبقوا سواء الداخل سواء الخارج باش نزيد نوضح اكثر فكنجيو ملي كنقولوا هذا ميدياتور فهو اللي كيتكلف ليا مثلا غنعطي دي زيكزامبل كونكري باش يوصلوا للطلاب باش يفهموا مزيان شنو هي الوساطه الثقافيه هو مثلا عندنا اون بيس دو تياتر غيخدموها الدراري ديالنا غادي نبريزونطيوها حنايا سميتو نقلبوا على لي سبونسور غادي نشوفوا فين غادي نديروا العرض وهذا هذه كفكره وعاوتاني مثلا كيكون عندنا بروجي ديال ليفينمون بحال ان فيستيفال كنشوف مثلا كندير واحد ليتود
ديال اون ايتود دو مارشي، كندير اون ايتود ديال هاد البلاصه شنو ناقصها، شنو نقدر نزيد ليها، اين نوع ديال المهرجان اللي يقدر يوالم هاد البلاصه. يعني خاص كيكون عندك اون باز في لا سوسيولوجي، في الانثروبولوجي، في لا بسيكولوجي اوسي، باش تعرف هاد الناس شنو يقدر نقدم ليهم، شنو ناقصهم، شنو غادي يقدر يجيو يتفرجوا عندنا، وهاد كيفاش غادي نمونطي هاد لهاد ليفينمون. اللي مثلا انا بقيت غير في ليكزامبل ديال المهرجان، منين غادي نجيب لي سورس فينانسي، منين غادي نجيب هاد الناس اللي غادي يقوموا ليا بيه، ليكيب تكنيك ادمنستراتيف، اي بوي كلشي هادشي كامل كيتحط. كنجيو لا ديرنيغ فاس اللي مثلا سالينا هي لانيماسيون، اللي غيكون فيها انيماتور ولا هادشي ما كاينش. انا لانيماسيون كولتوريل تهي عندها الثقل ديالها، ولكن ملي كنجيو كنشوفوا لا ميدياسيون كنلقاو راسنا انقصوا بزاف د الحوايج، منها باتريمون كولتوريل، منها ليستوار ليستوار اون جينيرال افي غران تاش، منها التقاليد والعادات ديالنا. يعني هذا واحد واحد الكل، الكل كيفاش غادي نشوف نلقى كل حاجه نجبد منها الانتيغي اللي يقدر يعاونني، واللي نقدر نوصل به ثقافه لكل واحد كيف ما بغى يكون المستوى الثقافي ديالو، المستوى الفكري الاجتماعي. لانني انا لوبجيكتيف ديالي والهدف ديالي هو تولي عندنا دمقراطة ثقافة، هذا هو لوبجيكتيف ديالنا. ممتاز. اذا كنعتقد انا من خلال هاد الدراسة هذه وضحتي ايضا كيف انه كل المواد اللي تتدرس وكل مجالات اللي تتدرس داخل المعهد هي مترابطة بشكل كبير. لذلك أسامة هاد المرة هذه باش غادي نشوفوا واش السينوغراف يشتغل فقط على خشبة المسرح على الركح، أو لديه طبعاً تدخلات أخرى واهتمامات أخرى واختصاصات قد تكون أوسع بالدراسة التي يقوم بها. وي هو بعدا كمصطلح ديال السينوغراف باقي ما داخلش للمغرب، وهذه السينوغراف هو أي واحد قادر يبدع شي حاجة الذي يشوفها الناس بعينهم وديش عجبهم. نعود نعطيهم مصطلح آخر، تعريف آخر. السينوغراف هو المسؤول ديال دوك الحوايج اللي كيشوفها البوبليك وكتعجبو، يعني قادر انه باش يخدم في مجموعه ديال الحوايج، من اهمها المسرح. هذا هو هاد الفورماسيون ديال اللي تندخل تنقراو هنايا على وديت المسرح، كيفاش اننا نجيريو لي سباس ديالو، كيفاش اننا نكونوا مسؤولين على 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 الممثلين، على داك الفضاء الاسود، كيفاش نقدر نعطيوه حياه، كيفاش نعطيوه افكار، كيفاش السينوغراف قادر انه باش يخدم في مجموعه ديال الحوايج، من بينها ديزايني شي حاجه مثلا غير لا غرافيك، ممكن انه يخدم كبوحدو كاع ما بغاش يخدم مع ليكيب، ممكن انه باش يخدم بوحدو، ممكن عاوتاني باش يشد لي ديزاين ديال 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 لي سباس، سواء غاليري سواء ديور سواء ديزاين اكسترن. فوالا. اذا كنعتقد انه مجال اوسع من الركح، وما الركح اكيد الا هو يعني تمثيل الحياه والمجتمع ككل. غادي نرجع لك ايضا باش نتكلموا شويه على التمثيل، لانه ربما الغرض الاول الدخول للمعهد ربما تيقول انا بغيت نكون ممثل في المستقبل، ولكن التمثيل اللي تنقوم به في الثانوي وفي الاعدادي واش هو نفس التمثيل اللي تدرسوه؟ واش هنالك دراسه حقيقيه؟ لانه كيقول لك حتى لي بارون حتى الاهل تيقولوا انت بغيتي تخرج ليا ممثل، بغيتي هذا، حيت مازال كاين واحد الفكر نوعا ما تاع انه التمثيل ماشي مهنه. بالفعل اكيد الوضع الغير نظامي ويعني تقنين هذه المهنه هذه في المغرب واعطاء حقوقها ككل وتكريم اكيد الفنانه ديالنا. الان كنتكلموا على الدراسه اللي كيقوم بها شخص يود ان يكون ممثل، اعطينا تفصيل شويه وقربنا شويه من الدراسه ديالك. C'est tout à fait différent bien sûr, parce que fache كتدخل لي زاداك كاين une matière ديال l'interprétation اللي هي اللي عندنا سوايع فيها بزاف puisque c'est ماده اساسيه. دونك فيها كنتعلموا بزاف ديال القواعد ديال المسرح، ولا هي دي زوتر ماتيير بحال l'improvisation, la diction يعني ارتجال الالقاء، لا دانس و السوشيال غناء. هاد لي ماتيير كلهم اللي كي اكومبانيو هاد لا ماتيير اللي هي l'interprétation، لا بالنسبه لو كور ديال
كوميديان بالنسبه للدانس لا بالنسبه لا ديكسيون الالقاء في الصوت. يعني يا في بزاف ديال الكانديدا اللي في الاول دخلوا ما كانش عندهم صوت, كانوا ايزيتي فور في لانتيرتاسيون مي يا في با لانرجي ديال الطاقه الصوتيه كانت ضعيفه, لا في لو كور لا في الصوت لا في الالقاء. دونك هاد لي ماتيير كلهم كيعاونوا لهاد الطالب هذا فاش يدخل ليزاداك, كيعاونوا بزاف في الماده ديال الانتربريتاسيون باش يطور راسو اكثر. وكاين مواد نظريه اخرى اللي كيكملوا هاد المواد التطبيقيه اللي منها ليستوار دو تياتر, ليستوار دو لار, البسيكولوجي, السوسيولوجي, الانثروبولوجي, لانيماسيون كولتورال. هاد المواد اللي ابار لي ماتيير براتيك اللي كيعاونوك في لو كور ديالك وفي الصوت ديالك وفي الالقاء ديالك, كيعاونوك حتى هنا حتى في الاقل انك تعمر راسك, انك عندنا بيبليوتيك في ليزاداك اللي كتعاونك اكثر انك تثقف راسك, لان الممثل ماشي غير 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 الصوره غير لا براتيك, مي حتى حتى الممثل خص يكون اوسي متثقف, كيعرف يهضر, كيعرف يقدر يناقش مواضيع. دونك فوالا. ربما هند كنت تكلمت معك قبل وقلت لك شنو هي الاشياء اللي خصها توفر ربما في السينوغراف قبل ما يقرر يقول انا غادي نتوجه لهذا المجال هذا, وقلت لك انه كان ممكن جدا تختاري معاهد اخرى غير 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 ليزاداك. علاش علاش ليزاداك؟ علاش ليزاداك ولا بالضبط علاش لا برونش ديال لا سينوغرافي؟ لان هي اولا هي قليله بيضا, هاد الدومين قليل ما معروفش مزيان, وثانيا انها كتمكنك انك يعني ترجم لي سونتيمون ديالك ولا كرياتيفيتي ديالك سور سان بارابور مع واحد التكست. يعني كتعامل مع واحد التكست, كدير لا كرياسيون ديالك على حسب لو تكست باش كتوصل للجمهور, واي حاجه درتيها سور سين ما كتكونش عندها غير واحد القيمه اللي جماليه, ولكن كدار لان عندها ان سونس. يعني تقدر تحط غير ان ديكور ولكن راه عنده واحد المعنى. ممتاز ممتاز. غادي نسالي بيك سكينة, المجال ديالك ربما هو مجال اللي تيجمع ما بين المجالات بزوج والمجال ديالكم اكيد. الان الافاق ديالو ربما تكلمنا عليها ولا عطينا واحد اللمحه, الان نوسعوا المجال حتى للمشاهد اللي بغى يعرف الى اختار المجال اللي تدرسيه شنو الافاق ديالو بعد التخرج. بالضبط علي كيف ما قلتي, هو من خلال التكوين اللي كنتلقى واللي متعدد في بزاف ديال المواد بحال الباتريمون كولتوريل, ليكسبوغرافي, لا ميدياسيون كولتوريل, ماناجمنت كولتوريل, ماركتينغ, ليفينمونسييل, يعني بزاف المواد شامله باش حنايا كيكون عندنا واحد الرؤيه شامله على بزاف ديال المجالات, وكل واحد على حسب الميول ديالو فين كيرتاح كيتخصص. فمثلا من خلال ميدياسيون كولتوريل يمكن لك تكون ميدياتور في لي غالري دار ولا في لي موزي, كذلك يمكن تكون مكلف بالاورغانيزاسيون ولا تنظيم ديال المهرجانات, وكذلك تكون مدير ديال ديريكتور ولا ديريكتريس ديال كومبلكس كولتوريل ولا ميزون دو كولتور. اوسي كتكون مكلف بالشارج دو كومينيكاسيون ديال لي تروب, وهادشي اللي كيخدموا بزاف الدراري ديالنا مع باسكو حنا كاملين هنا باش نتكاملوا, يخدموا لا سينوغرافي الكوميديا, وحنا غنديو لو بروجي باش نجيبوا ليه سبونسور ونبرزوه ونخرجوه لارض الوجود. ومي فوتنيش انني ما نذكرش من خلال هادو كاع لي فولي اللي قلت, انه كاين كذلك لو فولي ديال لي ميديا كلكو سوا, يمكن دير لا راديو ولا لا تيليفزيون, اي بوي كتبقى ديما لوبجيكتيف ديالنا هي كيف ما قلت في الاول كاع هي دمقراطه الثقافه, باش ما تبقاش اليتيست, ما تبقاش نخبويه, لتوصل جميع الناس, لان كل واحد فينا وكل مواطن مغربي عنده الحق في الثقافه. وما نساوش الثقافه المغربيه ديالتنا, حيتاش عندنا واحد الماده اللي كنقراو على التقاليد وعلى الثقافه المغربيه والثقافه الشعبيه, ومن خلالها يمكن لنا نخرجوا مهرجانات, دي بياس دو تياتر, اون اكسبوزيسيون, علاش لا. وهنا فين كيبقى كل واحد والابداع ديالو والكاباسيتي اللي عنده باش يبين هذا المنتوج الثقافي الفني. ممتاز. اذا معهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ينتج كل سنه نخبه مثقفه, نخبه فنانه, هدفها الاساسي كيف ما ذكرتي سكينة هو دمقراطه الثقافه وجعلها في متناول كل
كل مواطن مغربي، وهذا هدف نبيل ربما خصنا نكونوا واعيين به باش ما بقاوش نشوفوا هذه النوعيه من المعاهد بنفس النظره اللي كانت عليها من قبل. وكنعتقد بانهم خلال التدخلات ديالكم غيرتوا هذه النظره هذه وجعلتوا الناس يكونوا فخورين بهاد الطلبه اللي تيتخرجوا عندهم هذا الهدف نبيل اللي هو الرقي بالثقافه في المغرب. تلقاو اكيد الاسبوع الجاي مع معهد اخر وطلبه اخرين يحاولوا يوضحوا لكم مساركم الجامعي قريبا جدا. بالتوفيق.